وذاكرة سجنية. قلعة التصدي. كانت الذاكرة مستنفرة إلى حد الجنون، وصمت القبور الذي يلف المكان يفاقم من منسوب التوتر والخوف والإحساس بأن الكارثة قادمة لا محالة. ما أن غادرت الكاش العين معصب العينين حتى أطلقت العنان لحاسة السادسة في محاولة لاستكشاف ما يمكن استكشافه من المكان، لكن عبثا حاولت، خاصة وأن الجلاد قد سارع إلى ترتيب الأجواء قبليا حتى قبل اقتحامه للكاشو، حيث أرغم كل المعتقلين على قلب وجوههم نحو الجدار وعلى واجب الصمت وقطع النفس. اجتزت طول مساحة الزنزانة الجماعية وأنا أتحسس بقدماي وعن طريق السماع كل سكنة أو حركة قد تند على المعتقلين، لكن هيهات هيهات، فلا حشرجة ولا أنين ولا هيجان. كلما تقدمت بكوكبة الجلادين صعودا نحو غرفة التعذيب حيث يتم استنطاق رفيقي عين باء، كلما تراجعت أصوات صراخه التي راحت طوال ساعات تهتك سدف الصمت والليل والكارثة، مما ألقى على كل المعتقلين بالجوار مساحة لا حصر لها من الخوف والحزن والشعور بالضياع. يبدو أن صياد الجلادين قد توقف مؤقتا عن وظيفتها الجنونية. ما إن اقتربت من غرفة التعذيب حتى شرعت قدماي شبه الحافيتين تستشعران البلل وتسرب المياه الممزوجة بجعبيل والاصطدام ببقايا عصي وأجزاء كرابيج مختلفة الأنواع والأحجام. فجأة أرغمت على الجلوس على ذلك الكرسي المخصص لكل معتقل ضيف، والذي ينتقى كما تنتقى اللؤلؤة ليكون بطل حفلة الليلية كرنفالات حماتشا. انتزعوا العصابة من على عيني، فانجلت الصورة كاملة أمامي وبدأ مشهد رفيق المعلق كخروف ذبيح في كامل الصورة والهمجية وفي كامل العري من كل رحمة وإنسانية. كان فضاء زنزانة التعذيب غارقا بدوره في الماء وجابيل وبقايا عصي وكرابيج فيما وسائل التعذيب الأخرى، ومنها محرك كهربائي وألواح الخشب المخصصة لمختلف وضعيات تعليق المعتقلين كانت ثابتة في زواياها المعهودة. شخصت الجسد الصامد للرفيق عين باء بل إلى ما تبقى من جسده بفضل إحساسه الأبي بالكرامة، ومهما كانت الظروف والأحوال فاستغربت صراحة وتساءلت للحظات، من أين يستمد رفيقي كل هذه القوة وكل هذه القدرة على الصمت والتحمل؟ لكن الجواب لم يتأخر في الارتسام على شغاف بصيرتي مثل شعلة روحانية قادمة من عالم آخر، عالم المثل والإيمان والمبادئ، ووحدها الكرامة ما حال يومه دون انهيار قلعة التصدي، وتواصل مهرجان كرنفالات حماتشا حتى مطلع الفجر. بقلم الأستاذ أحمد البلعايشي.